الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بعد أو في نهاية كلام عن الشركات بأنواعها، الشيخ أو المشايخ رحمهم الله أثروا أن ينهوا هذا الباب في مجموعة من المسائل الناس يحتاجون إليها في غاية الاهتمام، في غاية الاحتياج، أشياء يقع فيها تنازع وحساسة جدا، ويعني يراد أن يقضى فيها بما يرضي يعني الأطراف وفيه مصلحة المجتمع. أولها مسألة إذا كان مشاركة في طاحونة مثلا أو في فرن مخبز أو في حانوت دكانة أو في برج أبراج الحمام، أشياء لا تنقسم ويحتاج إلى تعمير هذا البرج أو الطاحونة أو الدكانة أو غيره. أحد الشريكين متخاذل، فماذا يعمل الشريك الآخر؟ شوف كلام أهل العلم بيقول إيه؟ ويقضى على شريك فيما لا ينقسم. بين الشركاء كحمام وفرن أو حانون أو برد أو طاحون حصل به خلل وأراد البعض أن يعمر البعض الآخر فخسر، يقضى بأن يعمر للشخص الآخر، إما أن يقف مع شريكه ويعمر أو يبيع نصيبه لشخص آخر يقف معه ويعمر. ها؟ لكن ما يبيعش للشريك، لا عشان ما يبقاش كارد بر نافع. يبيع، إما أن يعمر يحكم عليه القضاء، إما أن يعمر مع شريكه وإما أن يبيع لشخص يستطيع إيه؟ أن يعمر. وإذا بيع لشخص يشترك في التعمير ليس من حق الشريك أن يطلب الإيه؟ الشفعة. شوف الكلام الجميل ده، يقضى عليه أن يعمر الآبي مع من أراد التعمير أو يبيع لمن يعمر معه. أصبحت القضية قضية في غاية الأهمية. الحاجات المشتركة اللي ممكن لا يمكن تقسيمها وحصل فيها خلل وعاوزين نعمروها نعمل ازاي؟ واحد الاطراف مشغول بحاجات تانية ما بتهموش بكتير، ما بتهموش. بس في الواقع ان الشريك بيقول له انا هديك تمن هديك حصتك وتنازل ليه عن حصتك في الشركه، ما بيجيبوش طرف ثالث يعني. لا هو الان احنا هنشوف موقف الشريعه وموقف الشرع من هذا الموقف. الواحد يريد مصلحة الشركة والآخر مشغول عنها، يعني قد لا يكون زاهد فيها لكنه مشغول عنها بأشياء أهم عندي من الشركة دي، يحكم عليه بإيه؟ إما أن يقف معه ليعمر ويشترك معه في التعمير أو يبيع لشخص إيه؟ آخر يستطيع أن يشترك في الإيه؟ في التعمير. يعني يجبر على البيع يا مولانا؟ يجبر على البيع نعم. أهو إما أن يعمر أو يبيع لمن إيه؟ لم يعمر معه، فإن باعه لغير الشريك فلا شفعة فيه لإيه؟ للشريك. والمراد أن يقضى عليه بالبيع إن امتنع من التعمير، فيأمره الحاكم أولا بالتعمير بلا حكم أمر، فإن امتنع قال له
إن لم تعمر حكمنا عليك بالبيع، فإن استمر على الامتناع حكم عليه بالإيه؟ بالتدريج. يا فلان شريكك يقدم شكوى أنك أنت مش واقف معاه في التعمير، عمر معاه بعد شوية لما يعني لما يمتثل. شوف إن لم تعمر معاه حكمنا عليك يعني بالبيع، لم يمتثل المرحلة الثالثة إيه؟ يباع عليه. نعم يحكم عليه بالبيع. لماذا لغير الشريك؟ ها؟ ليه الشريك ما يشتريهاش؟ لا هو يعني هو الشيخ افترض على أن الشريك لو كان أراد أن يبيع، بس تحتاج إلى إيه؟ تدخل جهة أخرى، جهة خبراء يقيمه. وفي حاجة تانية، غالبا الشريك يعز عليه أن يبيع للإيه؟ شريك. لشريك يعز عليه. أنا صاحبه الخوف ده من البخس يا أستاذ. نعم الخوف من البخس. نعم برضو ممكن هذا يعني. لكن على أي حال هو ما نصش على عدم بيع الشريك. لا لا هو بيقول إذا باع لغير الشريك. إذا باع لغير الشريك معناه هو لو بيع للشريك يحتاج إلى خبراء. نعم. للتقويم طبعا لازم يقومه، وبعدين برضو بعد التقويم يحتاج إلى موافقة للشريك. لكن الشريك الآخر يمكن أسهل شوية. ملوش شفعة هو يا مولانا. يقول لو باع لغير لو بقى. نعم نعم نعم. برضو عشان الحساسيات اللي موجودة بين الشركاء. شوف باع لغير الشريك، غير الشريك ده هو اللي هيقوم ويشتري. أيوه. هيبقى مش محتاجين لمقوم. لا يعني يرفع الثمن يعرض، ثم بعد ذلك بالتفاوض تصل الامور الى نهايتها ان شاء الله. لكن هل في حرمه لو باع الشريك؟ لا 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 انا مش شايف هنا ما يمنع يعني، بس هو كل ما في الامر الشيخ قدم الايه؟ قدم البيع غير الايه؟ لغير الشريك. شوف كده قدم البيع مولانا لغير الشريك، وجي غير الشريك دوت فصل مثلا ب1000. أيه. وبعدين جه الشريك قال انا هدفع ال1000 ومش هدخل، مش عايز شريك معايا. والله ما اعتقدش في مانع، انا لا يعني لم اجد هنا ما يمنع. لم اجد هنا ما يمنع. طيب الحكم اللي احنا قلنا عليه نحكم عليه بالبيع جبرا مطلقا، ولا اذا كان نصيب الراجل ده الشركه كبيره والمبلغ المطلوب يعني زهيد، مثلا شركه بمليون والمبلغ مثلا عاوزين 100,000، برضه يجبر على البيع؟ ولا ممكن يباع من نصيبه بمقدار ال1000 او ال100,000 اللي يراد الاصلاح بها؟ ها هنا الشيخ بيقول عباره تفيد هذا المعنى، بيقول ايه الحكم العام اللي قال الشيخ؟ حتى لو كانت حصته يزيد ثمنها على التعمير يحكم عليه بالبيع. لكن هناك قول انه يحكم عليه ببيع قدر ما يحصل به الايه؟ التعمير. يقال له انت بيع 5% 10% من نصيبك عشان يعمر به، وبعدين بقيت نصيبك موجود. ليه؟ ايه وجهة الفريق الذي يرى قصر البيع على جزء يتم به التعمير؟ شوف العبارة بتاعت الشيخ أول. لأن البيع الجبري اللي مثل فيها مثل هذه الحالة إنما أبيح للضرورة، أبيح للإيه؟ فيقتصر على قدر الضرورة. ها؟ ما دام أنتوا هتجبروه على البيع حصة بمليون وممكن يباع 5% ولا 10% منها تكفي للتعمير، لازم تقيها بيع عندك كل نصيبي أنا. ها؟ شوف كده أهو بيع جبري، وما دام جبري إذا يقتصر فيه على قدر الإيه؟ الضرورة. ثلاث شركاء. ها؟ الشركة حتبقى فيها ثلاثة كده. أيوه. ده مردود عليه بكلام الشيخ هنا اهو، بيقول دفع ضرر كثرة الشركاء
ليه احنا قلنا يباع مطلقا حتى لو كان يزيد عن التعمير؟ دافع كسرة الايه؟ الشركاء. بدل ما كانت شركة بين اثنين هتبقى شركة بين ايه؟ ثلاثة. ويقصد بقيل ان يا مولانا ان ده مش الرأي. لا 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 لا. مش سبب التمريض ده صدنا ليها معنى في الفكر يختلف عن الحديث ولا ايه؟ هو ايه؟ يعني قيل وروي رأي ضعيف يعني. لا لا مش ضعيف، هو مش ضعيف، ضعيف يعني بالنسبة للأكثر والأقوى. لكنه رأي مجموعة من الأكابر، وإلا ما كانش يذكر الشيخ الدردير. الشيخ الدردير يعتبر خلاصة الفقه الملكي، هذا الكتيب خلاصة الفقه الملكي، يعني لا يذكر فيه إلا الإيه؟ إلا القول اللي هو قال به مجموعة كبيرة من العلماء. يا مولانا هنا حاجة، لو هنا مثلا الشريك اللي هو مش عاوز يعمر ده ما معهوش، او اللي هو الشريك الثاني قال انا ممكن اعمر واقسم بعد كده من الارباح اللي طالع لي، والله لا باس. لا باس ممكن في معاد احنا هنجيب المسائل فيها الحته دي، فيها النقطه دي. ده في راي كمان ثالث في القضيه، ان كان غنيا جبره الحاكم بالايه على التعمير، وإن لم يكن غنيا زي ما يقول الشيخ يجبر على الإيه؟ على البيع. ها؟ إن كان غني عمر ما يبيع، يجبر على يجبر على التعمير، يجبر على التعمير. لكن هذا الكلام في غير العيون والآبار. ليه؟ قال فإن الآب من التعمير في العيون والآبار لا يقضى عليه بالبيع، بل يقال لصاحبه عمر أنت عمر، ولك جميع الماء اللي حينتج منين؟ من هذه العيون والآبار، ما لم يدفع لك حصته التي تجب عليه إيه؟ من خلال النفقات اللي انت انفقت على الايه؟ على التعمير. شوف حضرتك انت عمر براحتك، واحسب النفقات بتاعتك، وخد كل العيون الماء اللي طالع من العيون الابار بها الزراعه واسقي بها البساتين وغيره وغيره، يوم ما يجيب لك صاحبك نصيبه من التعمير يبقى يشترك معك. عمر ولك ايه؟ جميع الماء، ما لم يدفع لك الآبي ما يخص إيه؟ من النفقة. فإن لم يدفع فالماء للمعمر ولو زاد على ما أنفق. هذا ما نقله الإمام المواق ورأي ابن القاسم. وقيل بل له من الماء بقدر ما أنفق، ويبقى الماء الباقي على ذمة إيه؟ الشريك. برضو الرأي المقابل للرأي القوي. لكن الرأي القوي رأي ابن القاسم على أنه إيه؟ يمنع من أخذ المواق. المواق في مسألة تانية قريبة من هذه، وهو بيقول إيه؟ كذي سفلن، ناس ساكنين فوق بعض، ناس ساكنين فوق بعض، دور أول دور ثاني ثالث رابع خامس، وإحنا عندنا الآن لغاية 18 و20 أو محلات زي المحلات بتاعت الأوقاف اللي بنيها من زمان، وناس كل واحد ماسك حتة وواقف عليها واقف حالة. كذي سفلن عليه بناء لغيره، فإنه يقضى عليه إن وهى أن يعمر أو يبيع لمن يعمر. لعم الجدران بدأت تتراخى وتتشقق، حضرتك لو أنت توهيت شوية هيقع المبنى الأسفل وهيقع فوق منه الإيه؟ الدور الأعلى. الدور الأعلى برضه يحكم عليه، إما أن يعمر عشان يحفظ الإيه؟ البناء الأعلى،
يعمل نفسه أول وهيستفيد منه مين؟ صاحب البناء الأعلى. أو يجبر على الإيه؟ على البيع. أو يبيع لمن يعمر لدفع ضرر الأعلى حتى ولو كان الأسفل وقفا. حتى لو كان الأسفل إيه؟ وقف. بس الوقف مشروط فيه ألا يكون له ريع يؤخذ من الريع ويعمر به. ولم يمكن إيجاره برضه، لأن الوقف ليس من السهولة عملية البيع. بعد ما يعني نشوف كل الطرق التي يمكن بها عمل شيء، وإلا في النهاية نبيع. لا ريع له ولم يمكن إيجاره بشيء يعمر به. لكن في الوقف لا يباع من الوقف إلا بقدر التعمير فقط. لا يباع إلا بقدر التعمير. إذا كان 10% 15% تباع عشان أعمر بها، يبقى الباقي على ذمة الوقف. طيب عرفنا الآن يجبر على التعمير أو البيع. لما الراجل عاوز وافق على التعمير، تعمير عاوز ايه؟ تعليق الجدران والسقف الاعلى عشان لغايه ما يعني يجهز السفل ويمكسه ويحط له تعليق. على مين؟ تعليق المباني العليا، لان في مقاولين مهمتهم تعليق الايه؟ المباني العليا دي. التعليق الأعلى بالجوائز والمسامير حتى يفرغ من إصلاحه على ذي السفلي. حتى يفرغ من الإصلاح، لأن التعليق منزلة البناء والبناء على ذي السفلي. هذا هو المذهب، هذا هو الإيه؟ وقيل تعليق التعليق على رب العلوي. ده رأي مقابل المذهب. فلو سقط الأعلى فهدم الأسفل، أجبر رب الأسفل على البناء أو البيع لمن يبني، يبني رب العلو علوه. يعني احنا فوجئنا المبنى يسقط على بعضه، دور الثاني على الثالث على الرابع كله سقط على بعضه. لازم المسألة يبدأ منين؟ الأسفل. هتبنوا؟ لا والله ظروفنا ما تساعدناش، خلاص بيعوا لمن لمن يبني. يجبروا على البيع لمن يبني. طيب السقف، سقف لما احنا بدينا احنا نبني السقف الأسفل، صاحبنا اللي هيستفيد به صاحب الأعلى على مين؟ على صاحب الأسفل ولا صاحب الأعلى؟ يعني على صاحب السفل أو الأسفل. ليه؟ لأن الأسفل لا يسمى بيتا إلا إذا كان إلا إذا كان مسقوف. لا يسمى بيت إلا إذا كان مسقوف. عمرك ما تسلم واحد جدران كده أهو تقول له خذ اشتري البيت ده. ولذا كان يقضى له به عند التنازع. معروف طبعا اذا تنازع ترى السقف ده لمين؟ صاحب الاعلى صاحب الاسفل، يقضى به لصاحب الاسفل. نعم. طيب من ضمن المشاكل اللي تحصل بين الجيران وبين السكان وبين المستاجرين كنس المراحيض. كنس المراحيض اهو سهل هو بقى المسحه. ايوه نعم مسحه. طبعا ما حصلش هم ايام الصرف الصحي الان كانوا ايام نزح المراحيض. نزح كان حاجه اسمها الكسح. موجوده الان في بعض الاماكن. ما زالت موجوده. موجوده في معظم الاماكن بس المدن الكبيره. كان من ضمن الحاجات التي لها تاريخ الشيخ خليل. الشيخ خليل صاحب المختصر ده والدنيا كلها تجري وراء الشيخ خليل. جماعة الموريتانيين أكثر الناس تعلقا بالشيخ خليل.
يقول لك نحن خليليون. نحن خليليون. ينظموا شعر يعني. ينظموا مختصر كل شعر. طيب الشيخ خليل كان له شيخ اسمه الشيخ عبد الله المنوفي. الشيخ عبد الله المنوفي. الشيخ عبد الله المنوفي كان راجل عظيم. احنا مرة كنا طلعنا عشان نشوف قبر الشيخ خليل. فوجدنا قبر الشيخ خليل ده الدنيا كلها اللي بيقول خليل خليل. وجدناه جزء من حيطان ومن حيطة مين؟ الشيخ عبد الله المنوفي. الشيخ عبد الله المنوفي له مقام عظيم ضريح ومباني يعني بالرخام وحاجات عظيمة. هنا هو لا هنا. هنا. نعم. هنا في المجاورين. في المجاورين. في نهاية المجاورين قريب من الطريق بتاعنا. فوجدنا قبر الشيخ خليل داخل فين؟ في الحائط بتاع ايه؟ بتاع الشيخ عبد الله. المهم الشيخ خليل راح يسأل على الشيخ خيخي الشيخ عبد الله. قال ده والله طلع يبحث عن حد يكسح المرحاض. ومن أحق بكنس المرحاض بتاع الشيخ منا أنا؟ خرج نبيت اللي هو ونزل كان كسح الايه؟ مرحاض الشيخ. مرحاض الشيخ. حضرتك مش عايز منكم بإيدك؟ حضرتك مش عايز منكم بإيدك؟ مولانا شوف يعني الشيخ خليل حصل المنزلة دي مش بالعلم بس. مش حدش بالعلم. لا. الشيخ خليل كان بعد ما انتهى الدرس يلبس ثياب الجند. تعرف الجند ثياب الصفرة الكاكة دي لبسوها. ويقف طرقات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طول الوقت رايح جاي ده صح ده غلط ده ما ينفع ده ما ينفعش. ولذلك بعض الناس يطلق عليه الشيخ خليل الجندي. نعم. خليل الجندي. نعم. ليه؟ لأنه كان يلبس ثياب الجند باستمرار عن نفسه جند نفسه لله. ليه يعمل كأولاد يحبسوهم؟ الحمد لله ما حصلش مدة الحبس. الحمد لله ما حصلش مدة الحبس. نعم. كان الشيخ خليل ده يعني أمنية في ظهر والده. كان والده حنفي المذهب وكان يحب مجلس صاحب المدخل ابن الحاج. ابن الحاج في كتاب جميل اسمه المدخل صاحبه ايه 4 مجلدات بس ايه لطيف لطيف ما فيش يعني مسائل انما فيه ايه حكايات وفيه اوامر ونواهي وحاجات طيبه يعني. فكان والده حنفي لكن يحب مين؟ ابن الحج ودايما يجالسه. فكان عنده امنيه انه اذا رزقه الله بولد يخليه مذهب ايه فقيه الملك. يخليه على المذهب الايه حبا في مين؟ في ابن الحج. نعم. فرزق بمين؟ لخليل هذا. يعني ربنا استجاب له وربنا اكرمه به وخليل صار يعني بركة الراجل ده وبركة الشيخ ابن الحج. حتى سمي خليل. حتى سمي خليل. يقول لك الشيخ خليل ده حبس نفسه يعني داخل القاهرة ما كانش يطلع كده ولا كده 20 سنة وهو يألف الايه؟ المختصر. في واحد من الطلاب قال طيب الشيخ لو طلع على نهر النيل وشاف شاطئ البحر كان بقت عبارته أسهل شوية علينا. وعليه أيضا كنس المرحاض الذي يلقي فيه رب العلو سقطاته. الأصل على أن كنس المراحيض على من صاحب الإيه؟ السفل إلا لعرف. عرف
في البلد على أن كرس الملحد على الجميع يساهموا في الجميع. خلاص ما دام في عرف بهذا يبقى على الايه على الجميع او على عدد الجماجم التي تسكن البيت. كم راس في البيت؟ راجل ساكن في الدور الثالث عنده مثلا 7 هو مراته ومعه 5 عيال، والثاني كم كذا، والثالث الاولاني كم. اذا نقسم الايه على الرؤوس مصاريف كاس المحاض على مين؟ لان الكل بيستفيد من هذا. كنس على الجمل قدر الجماجم واستظهر هذا القول. ممكن يا مولانا نقص عليها الان في بعض الاخوه مثلا يسكنون في على اكثر من طابق. أيوة. ولكن يشتركون في ساعه الكهرباء مثلا او عداد المياه. طيب ممكن نخرج هذا القول عليه. نعم نعم نعم، ده من باب اولى، من باب اولى. نعم. وحتى في الصرف وسيله الصرف المشتركه محتاجه صيانه. انت لو فيه حصيله بتندفع كل شهر. نعم. سنون عوايد. ايوه. واستظهر يعني الراي الراجح الراي الظاهر على قدر الايه؟ الجمال. طيب شوف المسألة. في ظلم مثلا. يعني في الواحد اللي هو وزوجته بس. ايوه. في بيت فيه 10. ايوه. على قدر الجمال. 2 و10 يبقى 12. بس على 12. ده كده العدل. طيب. ولو ماتت دابة بسوق أو بيت غير ربها. الدابة الميتة دي إخراجها ورميها في المكان المناسب ولا دفنها في المكان المناسب دي على حساب مين؟ فالإخراج على رب الدار التي ماتت فيه لأن زال ملك صاحبها عنها بموتها. خلاص وكان صاحبها يا اما كانت حيه انتفع بها، الانتفاع انتهى، الانتفاع انتهى. يبقى اذا على حساب مين؟ مصيبه حلت بمين؟ صاحب الدار. صاحب الدار او صاحب او هي لا تزال على ربها لان له اخذ جلدها ليدبغ. يعني لا زال في امكانه ايه؟ يستفيد منها. كذلك له عشان ممكن ياخذ لحمها يقدمه للكلاب بتاعته. يعني لا زال له حق الانتفاع. وقد استظهر الراي الثاني. اقوى اللي هو ايه؟ الراي الثاني صاحب الدابه. نعم. لكن يختلف هذا عن السلم الذي يرقى عليه صاحب العلو، فليس على ذي الاسفل بل على ذي الاعلى، كالبلاط الذي فوق سقف الايه الاسفل انما يكون على صاحب الايه العلو. نعم. طيب المساله اللي بعدها، احنا عندنا الدابه لها قائد ولها راكب ولها سائق. زمان في ولازال موجود الان في الصعيد الاقصر عندنا الجماعة بتاع السواح، الجماعة اللي بيجوا من الغرب مزاجهم يركبوا حمير، كثير منهم يركب اللي يحب يركب الايه؟ الحمار. الحمار صاحبه ماشي وراه، واحيانا يبقى في واحد ماشي ايه؟ ماسكه، وصاحبنا الريس اللي هو السائق راكب الايه؟ الحمار. هذه القضية قد تعرض يحصل خلاف بين ثلاثة كل من يدعي أنه صاحب الحمار. فالحمار للراكب ولا القائد ولا للسائق؟ أنا ما فيش دليل يشهد لواحد منهم. القاضي ماذا يعمل؟ ها؟ وضع يده. كلهم وضعين يده. كلهم وضعين يده. الرجل بقى الراكب. شوف الشيخ بيقول هنا أهو، وقضي بالدابة عند التنازع فيها للراكب. للركب لا لقائد متعلق بلجام ولا لسائق إلا لقرينة أو عرف فيعمل بذلك. إلا لقرينة وإيه؟ عرف. إيه القرينة؟ على أن صاحب الدابة بيأجرها للشخص
ويمشي وراه إذا كان عرف البلد على أن صاحب الدابة يمشي وراه يبقى يقضى بالدابة لمين؟ صاحب الدابة. إذا كان العرف يمشي أنه هو يمسك لجام الدابة ويمشي بيها تبقى لمين؟ هكذا. إلا القرين رؤية عرف فيعمل بذلك. شوف الشيخ بيقولك هو كما يقع في مصر كثيرا من دواب المكاري ونحوها في مصر على أيام الشيخ طبعا أيام كان صاحب الدابة يمشي وراء الدابة ويأجرها للوصع عاوز يوصل سيدة زينب عاوز يوصل مثلا سيدة نفيس عاوز يوصل من يمشي يضرب ويجر وراه يجر لغاية ما وصلوا لإيه المشوار. يبقى إذن في الحالة دي يقضى بالدابة لمين؟ صحيح للسائق. يقضى بالدابة لمين؟ للسائق. طيب فإن أقام أحدهم يعني سكن في بيت فيه راحة للطحن، الطحن فيها بالكراء وقد تعطلت رحى أي عمرها أحدهم إذا أبى الشركاء الآخرون منين؟ من تعميرها. واحد من الشركاء، شركاء الراحة، تعرفين الراحة؟ تطحن بالقمح. كانت في البيوت زمان كان يعمل بها دشيشة ويعمل بها يدشوا بها الفول ويدشوا بها العدس والحاجات دي. قبل حكم الحاكم من حق أي واحد فيهم يصرف عليه لغاية ما إيه؟ يعمل. وله الغلة بتاعتها. ده هو الإيه؟ الغلة. إيه الغلة؟ اللي هي إيه؟ الأجرة. الأجرة الناس لأن كل واحد بيدش شوية فول يأخذ أجرتهم، واللي يدش شوية عدس بيأخذ إيه أجرتهم وشوية وهكذا. يبقى صح اللي عمر يأخذ إيه الغلة بتاعت الإيه الطحونة دي لغاية لما يخلص نفقات التي أنفقها على تعمير الإيه الراحة. نعم. طيب ثم لهم أي للثلاثة بعد أن يستوفي المعمر منها ما أنفق بعد صاحبنا ما يأخذ إذا كان هم رفضوا الأول يدفعوا ويشتركوا ينفق ويأخذ نفقاتي من خلال الأجرة لإيه. لكن افرض لم يأبهم صاحبنا قام عمر وهم ساكتين ما تكلموش او كان استأذن منهم في قيام بالتعمير تختلف المسألة. لما ابوا قلنا له انت عمر وتاخذ الايه نفقاتك منين الغلة اللي هتجمعها. لا قال انا هم كانوا قاعدين وما حدش تكلموا انا شايفين انا بصلح في الطحون أو أنا كنت خدت منهم إذن. في الحالة دي يبقى ما عمرت به في ذمة الإيه الشركاء، ما عمرت في ذمة الإيه هذا دين لك في ذمتهم وليس كالحق أنك أنت تسول على إيه على دخل الطحون. أنت جبت الشغل أنا دلوقتي. نعم. كتب وإلا أي يعني هو لم يطالبهم ورفضوا. لا هو ابتدى يصلح من غير ما يقول لهم لكن شايفينه بيصلح أو كان يستأذن. في الحالة دي ما ينفقه يعتبر إيه في ذمته في ذمتهما وليس له حق الاستيلاء على إيه نفقات الغلة بتاعت الطحون. طيب في برضه مسألة من الأهمية بمكان ودي تهم كل الدنيا. وقضي بهدم بناء في طريق
يمر فيها الناس ولو لم يضر بالمارين. عشان حضرتك التعدى على الشوارع والطرقات والحارات اللي يعمل له حته ايه دكانه هنا واللي يعمل له كشك ومش عارف مين واللي ينصب له نصبه قال يحكم بايه؟ يهدم كله ولو لم تضر المرء حتى ولو لم تضر بالمرء. احنا الان محتاجين مثل هذا. إذ لا حق له في ذلك مع كون البناء المذكور شأنه الضرر. شوف الشيخ الدردير اهو ما كانش يترك قضية عامة إلا لازم يساهم فيها. يقول إيه؟ قد كثر ذلك في مصر، فكل من بنى أو جدد له بيتا يزحف ببنائه أو بحانوته بسكة المسلمين حتى صارت طرق ضيقة تضر بالناس كما هو مشاهد. كأنه يتحدث الآن ما شاء الله. الشيخ رحمه الله، حضرتك لما تقرأ في سيرة الشيخ الدردير كتاب الجبرتي، شيخ سيد تاريخ الجبرتي كان معاصر، كان أي فريق من الناس بتوع محلات بتوع أي فئة من الناس يقع عليها غبن ليس أمامه إلا إيه؟ شيخ الدردير. يجي عندي ويبعث لمين؟ للحاكم أو الشيخ الجهة اللي فيها، إن لم تنصفوا هؤلاء فسأزحف بهم إلى السلطان. الخبر يصل بسرعه للسلطان، نفذوا ودور ناس مطالبهم. كان يحب الجبرت، كان يحب الشيخ، هو اللي عمل القبلة هنا اهو، حياة مقاييس القبلة. تعرف البوصلة اللي بيقولوا عليها، الجبرت هو صاحب البوصلة اللي عمل بها الحرام ده. هو كتب ان الشيخ وافق تاريخ وفاته رضي الله عنه، كتب ان الشيخ وافق وفاته رضي الله عنه القمة الحسابية اللي بيعملوها. نعم نعم. التاريخ ده طيب مسألة ثانية هو، وقضي بجلوس باعة بأفنية دور لبيع ما خف. جماعة بيبيعوا على أكتافهم دور وحب يجلسوا في الأفنية، أفنية الدور، عشان يبيعوا شوية الخضار، شوية الكزبرة، شوية جرجير، بيع ما خف. لبيع ايه؟ ما خف. قال لا ينبغي ان يقاموا ما دام مساله بتاعت ساعه ساعتين، وعشان لا ان كثر. لا ايه؟ لا ان كثر، يعني ما يعملهاش ضصبه وقاعد فيها طول النهار ولا طول الليل. المشكله انه بيقصر مع الوقت يا استاذ. يعني احيانا واحد يتسامح في بيته ويترك مثلا امرأة مسكينة تجلس ببعض الخضروات، مع الوقت تتسع تجارتها ثم تصبح وضع يد وتخش في مشاكل وما يعرفش تحت حل. نعم، ده موضوع نوع من الألعاب الجديد ده ظهر، يعني خلي الناس حتى يزهدوا في عمل الخير. نعم. الواحد عايز يساعد الناس وبعدين بيخاف من العواقب. يعني الشيخ قيده بإيه؟ بالخفة أهو. ده إن كسر لما فيه من الضرر. بعض الناس يؤجرها كمان، عندنا في الأسواق طريق العام، صاحب البيت الشارع نفسه سوق، وساعات السوق بيزحف للشوارع الأخرى فيؤجر الحتة، يعني قدامه بيته يؤجر الحتة دي للباعة. والله بنشوف على أي حال هل الكلام ده ماشي عندنا ولا لا. هو ماشي عندنا. لا إن كثر لما فيه من الضرر. واحترز بقوله لبيع من جلوسهم للتحدث. نعم. تحدثوا نحوي فإنهم يقامون. بس جلسوا قدام بيت
ستة طالعة ودخلة سمحنا للباع الفقراء يرزقنا. كمان وإذا وقضي للسابق من الباعة للأفنية إن نازعه فيها غيره ولو اشتهر به ذلك الغي. يعني جم الصبح واحد وجد واحد قاعد في المكان اللي كان واقف قاعد فيه امبارح يقومه مش مكانه اصلا لا يقضى لمين؟ السابق لمن سبق حتى لو كان المكان ده اشتهر به فلان فلان ما بيجلس لهذا المكان كثير شأنه شأن المسجد نبي عليها تحت المولانا نبي عليها تحت الراجح جواز كراء الأفنية سواء كانت لدور أو حوانت. نعم طيب الأفنية على بأس. طيب كمسجد فإنه يقضى للسابق بمكان فيه. مساجد أحيانا تبقى فيه زحام خصوصا المساجد على الايه على الطرق العامه او في الاسواق فمن سبق الى مكان في المسجد فهو ايه اولى به الا ان يعتاده غيره للجلوس لتعليم علم او اقراء قران او الافتاء. اذا تعود واحد أنه يقرأ القرآن في الحتة دي ويجي واحد سبق إليه لا حق قوم. واحد تعود أنه هو أهل علم يجلس مكان عشان الناس يستفتونه سبقه إليه غيره من حقه إيه يقومه وهكذا. لو لنا كثيرا ما تحصل بس الحرارة أن الإنسان يجلس في مكان وعندما يدركه يضع مثلا عباءته أو شيئا ما في مكانه ويخرج يبقى بالساعة والساعتين أحيانا فعندما تأتي وتجد هذه العباءة مثلا يجلس فجوز لك أن تزيحها وتجلس مكانها. نعم 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 لا يقضى له إذا في لا لا هي مقصورة على مين؟ على من أدي خدمة داخل المسجد. فالمفتي بيأدي خدمة قارئ مقارئ محافظ القرآن بيأدي خدمة الثاني ده مين في الثاني بيعلم علم بيأدي خدمة حاجة عامة أي ده شوف كمان بيقول إيه وقيل لا يقضى يعني محتاج لرفع القضاء بل يأمره بالقيام بس بغير إلزام فلان كان أنا درس فيه أو بأدي في القرآن أو كذا وكذا من غير إيه من غير ما كل الناس يروحوا الايه القضاء. اخذته في العباده في في العباده كنا درست في مصطلح ايثار حتى النبي بدري يجوز له ان يؤثر العالم بمكانه في الصف الاول. الايثار ده حاجه طيبه الايثار حاجه طيبه لكن احيانا بعض الناس بص عليك كده اهو طيب السعوديين بيقوموا المصلين من الصف الاولاني لانه ده بتاعهم هم في المسجد النبوي وفي نفس الحكايه قصاد الكعبه. لا دي في حديث هذا يا شيخ محمد اتفضل يا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ليالني منكم اولو الاحلام والنهى يعني اهل العلم ينبغي ان يكون وراء الامام لان اذا اخطا الامام يردوا عليه ولذلك كان بعض الصحابة لما كان يأتي ويشوف المكان الصف كله اكتمل يبص في وش الناس بتوع الصف الأول إذا وجد واحد غريب منهم يسحبه وبعد ما يخلص صلاة يروح يعتزل يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا وكذا تتولد غلظة. لا أسهل من كذا لا. كنا مرة في إيه صلّي في سنة الحسين. قلت أنا متأخر. ولم أجد مكان إلا قدام الباب الرئيس. كانت بقى عليه ركعة. فجاء واحد مندفع. أنا لسه ما خلصش فبط حطيت إيدي
ايدي سطت ده في صدر بمسكني وسحبني. كان هيجبني على وشي. يعني المسائل دي سهلة عندنا احنا بتحصل كتير. حضرتك كنت قدام انهي باب يا مولانا؟ الباب الرئيسي اللي في الوش. الوش هو داخل وانا المفروض يتأنى لغاية ما اخلص. تقاتلته يا مولانا؟ تقاتلته؟ لا فين انا فين في هو فين ده ما شاء الله يقصد يكتب 20 واحد. وقضي على جار بسد كوة أي طاقة حدثت وأشرفت على الجار. يعني واحد بيبني جديد واحد باني قديم قبل بجواره لا ينبغي له أن يفتح عليه إيه؟ قوة بحيث يرى منها أولاده يرى بيته. لا إن كانت القوة قديمة. لا قديمة خلاص قديم يبقى على قدمه لكن الجديد بس اللي هو إيه يقال له يعني سد ما يضر بجاره. أما القديم فليقضى بسدها. ويقال الجار في القديمة أستر على نفسك إن شئت. وكذا إن كانت عالية لا يمكن التطلع على الجار منها إلا بصعود على سلم. يعني أنا صحيح يعني دور تاني لكن القوة فين؟ قرب السقف. ولا يمكن الاطلاع على الجار الا لما اجيب سلم ابص فيه على الجار. قال في الحاله دي مش مشكله فيه لان ليس من المعقول انك انت كل شويه تجيب لك سلم عشان تبص على جارك فيه. انما التي يخشى منها اذا كانت سهله لو انت واقف في الطرقه بتاعتك ممكن تبص على ايه على جارك ده الممنوع. لكن اذا كان في نهايه مباني وتحتاج الى سلم عشان انا ابص على جاري هذه لا باس منها. وكل النوافذ الان هتسد. كل النوافذ الان هتسد. لا 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 بالنسبه لل الان اصبحت في حاجات بيعملوها للنوافذ تمنع رؤيه الستائر. نعم. والمنقول عن القاسم وبه القضاء أن من حدث عليه ضرر من فتح قوة أو غيره وسكت 10 سنين بلا عذر فلا ما قال له إيه ما دام سكت 10 سنين معناك راضي. ما تجيش بعد 10 سنين كان عياله صغيرين أستاذنا وبعدين كبر كان عنده بنات أطفال بعدين بقوا عرايس فأصبح ضرر. لكن القدم أدى لهذه يعني حقها في البقاء لأن ما دام قديمة صعب أنك أنت تروح لواحد باني حاجة من 10 سنين تقول له لا السدة دي. هل المذهب مولانا بيقول بإسقاط الحقوق بالتقادم؟ هل المذهب بيقول بإسقاط الحقوق بالتقادم؟ لا مش إسقاط الحقوق السكوت. السكوت عن الحقوق يسقط المطالبة بها. يسقط المطالبة بها. يعني مثلا واحد بنى في أرض لك وأنت تراه صباحا ومساء وظل بها 10 سنين أو 15 سنة في قول 10 أو 15 سنة لو أنت رفعت قضية القضاء لا يقبل دعوك. ها؟ ليه؟ سكوتك هذه المدة أسقط حقك في الإيه؟ في المطالبة. إلا إذا كانت مثلا تدين فقط من باب التدين لكن قضاء لا حق لك إنما ديانة حقك باقي. وهو إذا كان رجل يعرف ربنا يترك لك المكان بتاعك. من 10 سنين بالتقدير ولا التحديد؟ نعم بالتقدير ولا بالتحديد 10 سنوات؟ لا مدة حيازة. عندنا حاجة اسمها مدة حيازة. مدة حيازة إذا حيز الشيء 10 سنين وصاحبه يراه ولم
يتقدم ولم يتكلم ولم يطالب خلاص. ولو كان صاحبه غائب لا لا صاحبه غائب في الحالة دي يظل حقه باقيا. نحن أقصد فيه نص ورد في الشرع تحديد العشر سنين ولا ده المذهب تقدير من المذهب؟ والله أنا ما نش فاكر السند إيه لكن موجود هذا في قواعد المذهب موجود. طيب وإذا قضي بسدها لا يكفي سد خلفها مع بقائها على ما هي عليه. يعني تطلعش حتى خشبة وسدها كده وخلاص، لا لازم مباني مباني كأن لم تكن. ليه طيب ليه؟ قال لأنه زريعة في المستقبل لادعاء قدمها وإرادة فتحها. ها؟ بل لابد من سدها من أصلها وإزالة ما يدل عليها من عتبة أو خشبة أو نحوهما. يمحو الأصل. نهائي نهائي. وقضي بمنع دخان كحمام وفرن ومطبخ وقمين، ومنع رائحة كريهة كدبغ ورائحة مذبح ومصمط. بس ايه الحادث وليس الايه القديم. كل الحاجات دي اذا واحد حب يفتح مصمط يعمل فرن يعمل كذا جديد ده هيزينا ويضرنا. لكن قديم خلاص. وكذلك بمنع مضر بجدار حدث كدق وطاحون وبئر وغرس شجر، لأن المية غرس شجر عاوز مية باستمرار، معناه الجدار هيروح بعد شوي. ومنع إحداث إسطبل بما فيه من ضرر رائحة الزبل بالجدار وصوت الدواب. ومنع حانوت قبالة باب ولو بسكة نفزت. يعني حضرتك ما تجيش قدام باب واحد وتفلح دكانة. تعمل لك دكانة قدام باب واحد ليه؟ لأن امراته وعياله طالعين داخلين وانت طبعا زباينك باستمرار الدكانة فيها ضرر. ولو بسكة نفزت على الأصل، لأن الحانوت أشد ضررا من فتح الباب لملازمة الجلوس به. ومحل المنع برضو إن حدثت لا إن كانت إيه قديم. أنا أقول لك يا ترى قديمة ولا حديثة؟ إن كانت قديمة أمرك إلى الله، لكن كانت حديثة قل له لا ممنوع تعمل دكان هنا أو ممنوع تفتح باب هنا. لما من شركة حاجة للمال عادوا بيفتحوا دكان في مدخل البيت نفسه، مش كمان في دكان. يعني بيحطوا البضاعة في مدخل البيت عشان إيجاراته وفلوساته. نعم. هنا في الأسواق هنا بيأجروا مداخل البيوت. الحصول على المكسب أهم عندهم من أي معنى ثاني. طيب. وقضي بقطع ما أضر من أغصان شجرة بجدار لجاره مطلقا حدثت أو قديمة. يعني فيه صاحبك جارك عامل شجر ده ابتدى إيه أغصانه على البيت بتاعك، من حقك أنك تطلب إيه قطع هذه الأغصان. أما الشجر نفسها قال ابن رشد فلا سبيل لقلعها إن كانت قديمة، لأن الكلام في أغصانها المنتشر على جدار الجار، فهل يقطع ولو كانت قديمة وهو المعتمد؟ يعني الأغصان مطلقا قديمة وحديثة، لكن الشجر نفسها لا تقطع.
أو لا أو لا يقضى بقطعه إلا إذا حدثت. وقول ابن ماجشون يعني إحنا قلنا الجذور لا تقطع، الشجر لا تقطع، لكن أغصانها هل تقطع مطلقا حديثة أو قديمة؟ وبعضهم قال لا تقطع إذا كانت حديثة، لكن قديمة لا تقطع، لكن رأي الراجع أنها تقطع قديمة أو إيه أو حديثة. ولا يقضى بمنع بناء مانع ضوء وشمس وريح إلا لأنذر. واحد بيبني بيت عدة أدوار بس أنا عندي بيت دور واحد بس، هذه الأدوار هتمنع عن إيه؟ الهواء، الهواء والشمس والضوء. هل من حق أن أطالبه بمنع المباني؟ لا، إلا في حالة ما إذا كان هناك إيه أنذر. إيه أنذر؟ يعني واحد بيعمل جرم في هذا المكان باستمرار، لو أنا بنيت ما فيش هوا هيجيله والجرم تاعه يقعد طول عمره كده هو، أو في طاحون هوا أو حين الهوا اللي كان زمان، الحالة دي دي الحالة اللي يمنع فيه. ولا يقضى بمنع علو بناء على بناء جاره إلا أن يكون ذميا بجار مسلم فيمنع. لا يمنع واحد عايز يبني يعلي فلا بأس أن يعلي إلا إذا كان إيه مسيحي، لا ينبغي أن يعلو إيه بناء المسيح على المسلم. الكلام ده كان زمان طبعا، الآن ما نقدرش. الحكومة بتساعد المسيح على المسيح. أنت عارف شيخ تربيل لو حتى هنا هو مش في الموضوع ده، يقول أتمنى أن يؤخذ من المسلمين الجزية ويتركوا على ما هم عليه. أيوه أه؟ في باب الوقف ولا فين؟ أتمنى من شدة المظالم الواقعة على المسلمين يؤخذ مننا الجزية ويتركونا كده أهو. يا مولانا عندنا حتة أرض هنا خدتها الكنيسة، كان فيها ورشة تحت واحد رفع حاجة بقى ظلم عام بطريقة لا يعلمه إلا الله، واللي يتكلم يقول تعالى. هو كلام الشيخ عبد الوهاب ده موجود فين؟ موجود الشيخ عبد الوهاب. ربنا قادر يجيبهم كلهم. نعم. ويمنع الجار إذا علا ببنائه من الضرر، يعني هو سموه يبني لكن إيه ممنوع من إيه من الإضرار بجيرانه، قد تطل على جاره بالإشراف على العلو الذي بناه، يعني كل هو بنى نعم، لكن ما كل شوية تطلع فوق المباني وتبص على جيرانك هذا الممنوع. ولا يقضى بمنع صوت كمد. هو الشيخ هنا طبعا يعني الناس اللي طبعوا شكله غلط. ولا يقضى بمنع صوت كمد. يعني ايه صوت كمد؟ تعرف الجماعة بتوع المحلات اللي بيدقوا لا النسيج وفي حاجة تانية لا الأكثر الأحذية، والأحذية برضو دق الأحذية نعم، ودق النحاس برضو. أيوة كحداد ونجار وصائغ لخفة ذلك. ولذا قال بعضهم هذا ما لم يشتد ويدم وإلا منع، يعني إذا كان مثلا لا تقلق الناس اللي ساكنين فلا بأس، لا تقلقهم ودول بيستمروا شغالين طول الليل يمنعوا. ولا يمنعوا من إحداث باب بسكة نفذت ولو لم تكن السكة واسعة على المعتمد، سواء نكب عن باب جارية أو لم ينكب، يعني الناس لها أن تفتح أبواب وتصد بعضها، لأن شأن النافذة عدم فتح أبواب بيوتها، يعني السكة النافذة اللي هي شارع مفتوح يعني من جهتين. إيش معنى الشارع اللي فيه نافذة مفتوحة على الجهتين؟ كل واحد بحقه يفتح حتى قدام باب جاره باب آخر وشه
قال لأن شأن الشوارع النافذة أن الناس فيها يردون إيه أبوابهم غالبا، غير لما تكون سكة غير نافذة حارة منتهية أو زجاج، الناس واخدة على بعضها والبيوت تبقى إيه دايما مفتوحة. كغير النافذة النكبة، إذا كانت حارة ولا زجاج لا بأس، بس لازم إيه نخليش واحد يفتح في وش الباب التاني، لازم نخليه بعيد منه شوية، بحيث لو فتح لم يشرك على ما في دار جاره وإلا منع. ولا يمنع من إحداث روشن، الروشن تعرفين الروشن؟ بلكون البلكون وهو الجناح الذي يخرج به جهة السكة في علو الحائط في ساعة العلو. ولا يمنع من إحداث صابات لمن له الجانبان، واحد له بيت من هنا وبيت من هنا ويعمل إيه علو بينهم. شوفوا في المكان قدامنا من ربع ساعة 10 دقائق بكم السلام، توصيلك ده بين البيتين فوق فوق، بس بشرط إيه ألا يؤثر ولا يضر على الإيه بالمارين في الشارع، ولو كان بغير السكة النافذة على المعتمد. فلا يتوقف الإحداث على إذن بقية أهل الزقاق. ومحل جواز الروشن والصابات ما لم يضر بالمارة سواء كان في السكة النافذة أو إيه أو غيرها، بأن رفع رفعا بينا بحيث لا يضر بمين الناس المارين. كذلك لا يضر برؤوس الناس ولا بالإبل المحملة وإلا منع، ولذا قال الشيخ إلا لضرر بالمارة فيمنع. ولا يمنع من صعود نخلة لأخذ ثمرها أو تقليمها، يعني النخل عالي والبيوت واطية، هل ممنوع أن حد يرفع يطلع النخل عشان يجني الثمر بتاعها؟ لا.